كتير من الناس بنسمع انه شهر رمضان هو فرصة كتير منيحة لحتى نغير من طباعنا، وفترة الصيام الطويلة بتعطي الانسان فرصة يفكر اكتر، يحاول يكون متزن اكتر بحياته، ويمكن يتخطى كتير من العادات السيئة حتى بشخصيته. قد ايه بتحسي بهذا الشيء فعلا فرح، او بتشوفيه بالعموم بالاشخاص اللي حواليك بتحسيهم بيتغيروا؟ سلمى، الحلو انه في اشخاص يمكن بياخذوا الناحية الروحانية والناحية التربوية، اكيد سلمى بيستفيدوا من هي الامور كلياتها بتهذيب النفس وضبطها والابتعاد عن الغضب والانفعال وغيره من المظاهر. البعض الاخر يمكن سلمى بيتحجج بالصيام وبيعتبر ان هي شماعه، انه انا يمكن ما عم باكل ما عم بشرب، انا معصب ما حدا يقرب علي. هيك كثير بنسمعها، واليوم كان اكبر دليل سلمى على عمليه كظم الغيظ او الانفعال او الغضب يلي مرينا فيه الصبح. فمثل ما كنتم شايفين هلا كثير حاله هدوء وحاله ضبط النفس، فبنتمنى كل الناس يستفيدوا من هذا الشهر من الناحية الروحانية، ويقدروا يمكن يبتعدوا عن كل مظاهر الانفعال اللي هي بتسيء للشخص وبتسيء للناس يلي حواليه. رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع مع الدكتورة رند خضر، أخصائية بالإرشاد النفسي. صباح الخير ورمضان كريم. يسعد صباحك. صباحك يا رب، رمضان كريم على الجميع يا رب. عاد عليك يا رب بالصحة والعافية. يعني مثل ما قلنا اليوم في كتير فوائد للصيام بشكل عام على نفسية الإنسان، خلينا نبلش بإيجابيات الصيام وانعكاسه على صحة النفس. تمام. هلأ بشكل عام أول شيء هو اسمه رمضان شهر الخير، فهو أكيد خير ومليء بالخيرات والإيجابيات. هلأ أهم شيء هو عم يعلمنا ضبط النفس، سواء كنا ضبط النفس عن الطعام والشراب، وحتى ضبط النفس عن الغضب، عن الانفعالات، عن السلوكيات المؤذية للآخرين. فهو بيتطلب منا نحن نضبط أنفسنا، وهذا الشيء طبعا ضبط النفس فيه له تأثير على الشخص نفسه وعلى الآخرين. يعني في حال أنا مثلا ضبطت غضبي وما فجرته بشخص آخر، فهذا الشخص الآخر هو كمان حيكون بصحة نفسية، أو خلينا نقول مروق، كمان ما هو حيعصب ونضل هيك. كمان من الأمور اللي الإيجابية لشهر رمضان هي خلينا تعليم الصبر، بيعلمنا الصبر، بيعلمنا التواضع. كمان بالإضافة في عنا الشخص بيصير أكثر تنظيم لحياته لأموره اليومية، بحكم أنه مثلا في عنا وقت السحور محدد ووقت الفطور محدد، فهو في عنده متسع من الوقت قادر على تنظيم أموره وترتيب أولوياته فيها، وهذا الشيء طبعا بيزيد عنده الشعور بالإنجاز والفخر بأنه هو قادر على أداء أي مهمة بتواجهه، لأنه هو عم يقدر يتخطاها. وبما أنه هو قدر يصوم ويمنع نفسه عن الطعام والشرب، فهو معناها قادر اي مشكله بتعترضه فهو قادر يتجاوزها. بالاضافه في نقطه كثير مهمه، هو انه رمضان جمع الناس، تشارك الطعام مع بعضهم، الشعور بالاخرين، فهذا كله هو من ايجابيات رمضان. خلينا نركز شوي على هالنقطه. يمكن اليوم بظروف الحياه الصعبه صار من الصعب انه تجتمع الاسره كلياتها، يمكن على لمه الفطور او الغداء او العشاء. بشهر رمضان تحديدا يمكن تجتمع الاسره بشكل اكثر وبشكل منظم اكثر مثل ما حكيتي. الصبايا يمكن بيتساعدوا بالاكلات للافطار، ويمكن باقي افراد الاسره بيكونوا بالشغل، او حتى كلياتهم بيجتمعوا. المهم انه بفتره واحده، قد ايه هذا الشيء مهم بيقرب من الاسره بعضهم لبعض؟ ممكن يكون في حديث معين ما انحكى ممكن ينحكى بهذا الوقت. تمام. هلا أقول لك شغلة، إنه رمضان تح فرصة كتير حلوة إنه أول شيء تشارك أفراد الأسرة بالصوم، هذا الشيء بيعزز شعورهم بالاندماج والتوحد بيناتهم، إنه كلياتهم في عندهم مناسبة دينية عم يصوموا كلهم سوا. هذا الشيء بيشعر الفرد بإنه هو منتمي لهالمجموعة، فهذا الشيء بيزيد عنده الشعور بالاطمئنان، بالأمان النفسي، إنه أنا مع جماعة معينة بنتمي لها، لأنه الإنسان طبعا اجتماعي بالطبع. كمان في عنا الأمور إنه الصوم أتاح فرصة للأسرة إنه تجتمع على سفرة واحدة. مثل ما قلتي، في كتير من الأسر مثلا نتيجة انشغالاتها اليومية ممكن بالأيام العادية ما تحسن تجتمع على وجبة الغداء مثلا. هلأ هون رمضان هو أتاح الفرصة أنه نحن نجتمع كلياتنا مع بعض، هذا الشيء بيزيد كتير الترابط الأسري، الإلفة، المحبة بين أفراد الأسرة، صاروا يقعدوا أكثر مع بعض، هذا الشيء بيوطد العلاقات أكثر. طبعا كمان في نقطة كتير مهمة بدي أحكيها، ذكرتي حضرتك أنه كيف ممكن البنات يتعاونوا. هلأ كتير حلو أنه هون الأسرة هي يكون، بما أنه هذا طقس من طقس رمضان، انه الكل يتعاون، مثلا انه احنا كاسره نتعاون على تحضير الطبق اللي بنفضله، تجهيز الفطور كله، مثلا كل شخص حسب قدراته وامكاناته. اذا كان عندنا ولد صغير اكيد ما حنحمله مسؤوليه كبيره، فهذا الشيء كيف يجيب ربطه الخبز؟ تمام. فهذا الشيء انه هو ساهم بشيء معين. هلا في نقطه كثير مهمه بدي حابه اوضح عليها، انه لزياده الترابط الاسري. هلا نحن بنشوف برمضان انه اكثر يعني ممكن الناس حتى يمضوا وقت، مثلا انه ممكن يكون على
التواصل الاجتماعي الانترنت حتى بيقول لك ما تحس بالصيام. هلا الكثير حلو انه نحن حتى نزيد الترابط الاسري نحاول نلاقي انشطه فعاليات طقوس رمضانيه معينه نقوم فيها كاسره، يعني نشجع فيها الاولاد حتى الوالدين، هذا كثير بيوطد العلاقات بيناتهم. ممكن مثلا يساووا مسابقات رمضانيه ضمن الاسره، ممكن يساووا العاب انشطه طقوس دينيه، هذا كله بيساهم بانه زياده العلاقات بين الاسره. كمان خلينا نحكي عن نقطة مهمة اليوم، تغيير الطباع قديش مهم وقديه هو فرصة بهذا الشهر. في ناس كتير بتقول كلمة ما بقدر، بس اللي بيقدر يصوم 15 ساعة تقريبا ويصوم مو بس عن الأكل والشرب، عن بعض العبارات، عن العصبية، عن النرفزة، لأنه هو الصيام مو بس أكل وشرب أكيد. فكلمة ما بقدر المفروض بتختفي، قديه هو بيقوي الإرادة. هلا حقول لك شغله، بما انه هو قدر يصوم هذا الوقت فهون انت تتخيلي انه هو تحدى غريزه الجوع، يعني قديش انه هي من الغرائز الاساسيه، فانه هو تحداها هذا الشيء لحاله بيقوي الاراده. شغله ثانيه انه ضبط نفسه عن مثلا عن العصبيه، عن الغضب، عن صار عم يقوم بسلوكيات جيده، هذا قديش هو عم يقاوم نفسه وعنده اراده لحتى يحقق الشيء الافضل. هلا هذا الشيء بيقوي له ارادته انه انا قادر قوم بأي تغيير سلوكي، أي شيء بريده بهالحياة، إني بيمتلك الإرادة. حتى هذا الشيء على المدى البعيد بينعكس بأنه ممكن يقلع عن مثلا عن التدخين، إنه عنده الإرادة بيمتلكها، ممكن يقلع عن عادات سلوكية سيئة، حتى ممكن مثلا إذا كان بيعاني من سمنة أو شيء إنه يتبع نظام غذائي متوازن، لأنه هو بيمتلك الإرادة لهذا الشيء. هلا بس في نقطة حكيتيها إنه الكلمة إنه لازم نقيمها إنه أنا ما بقدر. تمام. هلا هون هذا خلينا نحكي على موضوع الحوار مع النفس. تمام. انه انا اعطي تعليمات لنفسي اني انا قادر اني كفي هذا النهار ما حجوع، مو الاكل هي اللي هو بيحقق لي السعاده وضبط انفعالاتي، مو هو يعني خلينا نقول الحد اللي اذا اكلت بكون رايق وان ما اكلت بكون معصب. تمام. فانا بمتلك الاراده اني اكون انا هادي، الجوع هو شعور مؤقت، بعد مثلا هالساعه انا حرجع اكل عادي، فهذا الشيء بخفف من شعوره بالجوع وحتى من شعوره انه ما عاد اقدر اتحمل. كمان من طبعا هذا الشيء بيزيد ثقته بنفسه مثل ما حكينا انه هو قادر ينجز. قد ايه بتشوفي انه صح دكتوره كثير من الاشخاص كل الاخلاق او الصفات اللي اكتسبوها او حتى نموها خلال شهر رمضان الكريم انه تكون هي اسلوب حياه ويستمروا فيها بباقي الشهور؟ تمام. هلا كثير مهم انه نحن هي الصفات والسلوكيات الجيده اللي عم نقوم فيها خلال هذا الشهر لحتى يعني بالشهور القادمه ضروري كثير من الفرد انه نحن مو بس بشهر رمضان بنعمل الخير وبنقوم بالسلوكيات الجيده، لا نحن لبعد رمضان نستمر بهذا الشيء، نستمر بضبط النفس، بالاراده، بتخطيط حتى تنظيم الحياه، انه نحن كيف بدنا نظم وقتي واستفيد باكبر قدر ممكن وحقق اهدافي الموجوده بهالحياه، يعني اطلع مثل ما انا عم حاول كنت اعمل الشغلات المنيحه برمضان اطلع فيها لبعد رمضان واستمر فيها. طيب كمان خلينا نحكي عن النقطه كثير مهمه اللي هي تعزيز الشخصيه وخصوصا عند الاطفال، يعني لما بيشوف العيله كلها عم تلتزم بشهر رمضان عم تتغير حتى نفسيتها، قد ايه هذا بيسهل كمان على التربيه، لانه يعني نحن بنعرف 21 يوم لتغيري عادة اجتماعية خاطئة أو عادة نفسية، ف 30 يوم قد هو فرصة لحتى نعلم الأطفال. أكيد. هلا مثل ما ذكرتي إنه تغيير العادة بده وقت، وشهر رمضان كفيل إنه نحن نغير فيه عادات كثير موجودة عندنا تكون غير صحية. هلا نحن ضروري كثير حتى نعلم الطفل نحن نكون أول شيء قدوة. تمام. لحتى كمان نعلمه بدنا نعطيه طبعا مهام، يعني مثلا نعلمه يتحمل المسؤولية، فنحن بدنا نعطيه مهام قادر هو يقوم فيها ونشجعه على أدائها. فمثلا مثلا نفترض هو عمره مثلا 5 سنين مثلا مسؤول مثلا ربطة الخبز، يساعد بنقل مثلا الصحون على الطاولة، فمهمات صغيرة بتتناسب معه هذا الشيء بنشجعه. انت مثلا حطينا لك مهمات وسلوكيات محددة بتتناسب طبعا مع عمره، اذا قام فيها بنفسه هذا الطفل فنحن ممكن نشجعه بنجوم، مثلا كل ما قام بالسلوك بنعطيه نجمة ليجمع عدد معين من النجوم فممكن يستبدلها بشيء محبب له. ممكن مثلا نكافئه بانه اليوم قام بمهامه لحاله، انه مثلا لانك انت اليوم هيك انت حتختار اللعبة اللي حنلعبها او الغداء تبع بكره الفطور تبع بكره انت تختار شو هو الطبق. اكيد رح نكمل حديثنا معك رند ولكن